يمكن مما نفهمه من خلال هالشهر في رسالة ضمنية أنت أشرت لشيء منها ناصر قبل شوي، اللي هي موضوع يا أخي أنت إذا يعني امتثلت بعبادة بطاعة تراك أنت قاعد تشجع غيرك وأنت ما تشعر. حلو. يعني أنت الحين لما تقول أنا في المسجد أروح وألقى الصفوف والله يكرمكم وأشوف الأحذية وأشوف الإقبال على المساجد وأشوف الإقبال على المصاحب، أحيانا تدور مصحف في المسجد ما تلقاه، تلقاه في يد كل واحد جالس في المسجد العصر ولا الظهر كلهم يقرأوا. اي نعم. المقصد ان هذه الرساله وش الان، ان احنا يعني لا تتهاون في موضوع او لا تستهين في انك لا والله ايش تؤثر طاعتي، تراها تؤثر بعد نفسك انت، تؤثر في من حولك. صدق. ولذلك جاء بعض الاشارات مثل اداء السنه الراتبه في البيت واثرها على اللي ساكنين في البيت، وجاء في موضوع انك احيانا لما تفعل شيء تتصدق. اذكر الشيخ عثيمين له موقف جميل، يعني وهو في المسجد او في الجامع بعد ما صلى، وكان في واحد يطلب فجلس عنده في المسجد، فشاهد الشيخ ان كذا واحد يخرج وما اعطوه شيء، فقام الشيخ واعطاه 500 ريال، فاقتتل الناس من بعده على هذا، كل يعطيه المبلغ. احيانا عملك يعني ربما إذا في دلالة على الخير وإشارة للآخرين وتحفيز لهم يشرع لك تفعله.